بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مثل هذا الحدث وهو كسوف الشمس وقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع إلا مرة واحدة طيلة عهده عليه الصلاة والسلام، لم يقع كسوف للشمس إلا مرة واحدة. وأما القمر فلم يخسف في عهده عليه الصلاة والسلام، وما جاء من حديث في ذلك فإنه ضعيف. وبالتالي فإن العبد عليه أن يتأمل كيف تأتي هذه الخسوفات والكسوفات تباعا في عصرنا، مع أن الشمس لم تقع في عصره خسوفا إلا مرة واحدة، والقمر لم يحصل خسوف. وهذا إنما هو بسبب الذنوب، ودعا كما يقال، فاحفظ قلبك مما يلقى من شبهات، من أن هذه حوادث مجردة لا علاقة لها بالذنوب. كلا، صحيح أن الخسوف والكسوف إنما هو لعملية حسابية دل عليها القرآن، الشمس والقمر بحسبان، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في ذلك. لكن الذنوب هي سبب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: يخوف الله بهما عباده. وعند النسائي لما كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف في الركعة الثانية من السجدة الثانية قال: ربي لم تعدني وأنا فيهم، ربي لم تعدني ونحن نستغفرك. فهذا دل على أن الأمر متعلق بالذنوب. ولا يطمئن إنسان فيقول ينتهي الخسوف أو الكسوف في الوقت الفلاني، ما تدري ماذا يحدث الله عز وجل. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحدث فيما يكون بعد ذهاب الإنسان من هذه الدنيا. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ليذكر الناس بظلمة القبر، بما أحدث الله عز وجل من ظلمة حصلت بسبب كسوف الشمس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. لماذا ذكره في صلاة الكسوف؟ ليبرهن أن الذنوب هي سبب ما يجري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا رأيتم ذلك كما في الصحيحين فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكره وإلى الاستغفار. وإلى الاستغفار، استغفار لماذا؟ لأن هناك أشياء حدثت من الناس. قال: فافزعوا إلى الصلاة، وهذا يشمل أن يصليها الإنسان في المساجد أو في البيوت. لو صليت في البيت لا إشكال في ذلك، لو صلى الإنسان أو صلت المرأة في بيتها صلاة الكسوف لا إشكال في ذلك، لكن الأفضل أن تأتي كما فعل الصحابيات رضي الله عنهم. ولذلك مما يؤكد الذهاب إلى المساجد للرجال والنساء، قال في رواية الإمام أحمد كما ثبت قال: فإذا حدث أحدهما، يعني الخسوف والكسوف، فافزعوا إلى المساجد، ليفزع الكل إلى المساجد. لكن لو لم يتيسر الإنسان أو المرأة فصلت في بيتها فلا إشكال في ذلك. خلاصة القول، الحديث يطول عن الخسوف والكسوف وما يتعلق به، لكن هذا من باب التذكير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف خطب بأصحابه رضي الله عنهم وبين عليه الصلاة والسلام، وقال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فعلى الإنسان أن يعاهد نفسه وقلبه وخلوته وما يقع منه من ذنوب تخصه،
لأن الإنسان إذا أصلح نفسه وأصلح أسرته صلح المجتمع كله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للتوبة، وأن يمن علينا بمغفرة منه ورحمة. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.